بعد كل كاتيجوري البطولة تكون أصعب وأكثر صرامة، هذم المشاركين في الكلاسي يطلعوا على المنصة، يبدأوا بحركات مدروسة بدقة وإبراز عضلاتهم. عمر محفوظ من بين المشاركين في الكلاسي اللي حضر مع الكوتش متاعه كريم شطي قبل مدة طويلة لنهار هذا. توا عنا بريسك 7 شهور نحضروا اللعبة هذه، وأول لعبة ليا وإن شاء الله مربوحة، وذي الكوتش متاعي وقف علي لحظة بلحظة في 7 شهور. عمر قبل بنهار موجود مع بقية المشاركين وإن تمت عملية التسجيل ودفع معاليم المشاركة في المسابقة. اليوم يعتبر يوم أساسي في البطولة هذه، وين يقيسوا المشرفين على المسابقة طول وميزان المشاركين. عمر يقوم بالمراحل اللازمة وين يسجل ويقدم أوراقه، من بعد يدخل غرفة القياس وين لازم يجرد اللاعب من أي ملابس زايدة أو أي أكسسوارات قبل ما تتم عملية وزن وقياس طوله. الكوتش كريم الشطي واقف في الصالة يتبع مع المتدربين متاعه اللي يعتبرهم أولاده. عمر بذل جهد كبير رفقة مدربه باش يكون على استعداد تام لنهار المسابقة. دونك هما فما سونساسيون تحسها بين الكوتش والاتليتي واللي بريسكي ولد تعيش معاه لحظه بلحظه، كما كان يقول لك يعني تقوم صباح ماكلته لونترمون تاعو توسي باش ما يخرجش ياسر باش ديما مسخر روحه للسبور. مثلا تقوم الصباح تعمل الوجبه نتاعك وبعديك نمشي نترانا، نعمل سيونس مسكولاسيون نتاعي، بعديك سيونس كارديو، نروح ناكل نرقد نعاود نمشي نعمل سيونس واحده اخرى كارديو، ونروح نقعد في الدار ما يلزمنيش نخرج، ما يلزمش الحركه برشا، فهمت؟ وكاو العمده الكل على الماكله. قاسيه خاصه للطفل عمر ولا كسوة هو الاتليت، فهمتني؟ ريجيم قاسي برشا، ياكلك 7 أو 8 مرات في النهار ماهيش حاجه سهله، وسبور وكيف كيف يعني ما يتريناش. دونك انسان عادي اللي عنده اوبجيكتيف قدامه قاعد يخمم فيه، عامل له ستريس ليل ونهار، تلقاه يمشي لك بريقل ان شاء الله وينجح لك. يوم البطولة عمر محفوظ ينجح في افتكاك المركز الثاني في الكلاس سي. إلى كوزيام كلاس المركز الثانية لهذه الفئة من نصيب اللاعب رقم 4 عمر محفوظ. كنت نصور روحي نربح أما بريمير، ما مساش جد زيان خيرها في غيرها المرة الجاية نحضروا لها ما خير. بعده في المركز الثالث عمر خماسي. وفي المركز الأول نلقاو اللاعب محمد مالك. مالك تزوز توما، الحمد لله اليوم شاركنا زوز. أنا في الكاتيجوري متاعي جيت الاول، هو جاي الثاني في الكاتيجوري متاعه، الحمد لله روحنا فرحانين. احمد اللي يعيش وحده بعيد على عائلته يصنع عالم خاص به وين يبدا نهاره على بكري. من الحاجات الاساسيه اللي لازم يحضرهم وجباته على طول النهار، لازم تكون وجبات متكامله ومحسوبه بالتفاصيل بين البروتينيات والدهون والالياف. المكملات الغذائية تعتبر أمر ضروري في الرياضة هذه،
نحبوا نعيشوا هكا، احنا نحبوا ناكلوا هكا، باهي النظام. ما نعرفش ان سيرتان مومون تولي ما عادش تحس بك الشغف للماكله الحلوه والماكله ما عندهاش منفعه على الدم، تولي تشوفها وحدك وحدك تزعفها. دونك هو لايف ستايل ماهوش حرمان، نحب الريجيم ونحب ناكل حاجه صحيه، الحاجه نظيفه، مش بدني يتطور لا اكثر لا اقل، ماهوش حرمان. انا فرحان بها الفازه هذيا ومانيش متقلق منها. جوست تعب شويه البيريود الاخرى نتاع بريباراسيون 3 4 سيمين الاخرانيين، ما يتبقى جلوبالمون ماهوش حرمان، حاجه باهيه على الاخر. من بعد احمد يكلم صديقه والكوتش نتاعو جهاد ميري، يحضر روحه من بعد باش يتوجه للصاله وين يقوم بالتمارين اللازمه. باش ديفلوبي باش تربح ماس ميسكيلير باش تزيد لازم ترتاح، لازم النوم حاجة أهمية مهمة برشا. راه هنا كيما عندك سبور عندك نوم عندك الماكلة، هذوما ثلاثة حاجات لازم يكونوا موجودين. تنقص حاجة منهم البدن ما يتطورش فيسع وتقعد شوية وقت باش تزيد وباش تمشي اللي تحاجت فيه. أحمد رغم بعده على عائلته وعلى داره ورغم صعوبة وقساوة روتين الحياة هذا اللي تحرم فيه من برشا أنواع ماكلة، إلا أنه نجح أنه يواصل في الطريق هذا ويكون رياضي مميز. أحمد على المنصة مع بقية المشاركين، هذه اللحظات الحاسمة بالنسبة ليه، يحاول يقدم أفضل ما عنده للفوز في البطولة. لجنة التحكيم بعد مشاورات وتدقيق كبير في المعايير اللي حطتها ومدى التزام اللاعبين بها تعلن النتيجة. أحمد يتحصل على المرتبة الأولى في مجموعته، يواجه من بعد الأوائل في بقية الكاتيجوري في تصنيفات الأوفر أول. الأوفر أول هي التصنيفات اللي تجمع من بعد الأوائل في كل كاتيجوري. المنافسة هذه تخليهم يتحصلوا على جوائز قيمة بين مبلغ مالي وشهادة، وخاصة الجائزة اللي تعتبر الأهم بالنسبة للمشاركين في البطولة هذه وهي الكارت برو اللي تفتح المجال للي تحصل عليها باش يشارك في مسابقات عالمية كبرى في مجال بناء الأجسام. نحيو اللبس نهائي في ذهن بعض الناس، يقول لك أنا عندي بطاقة اعتراف، هم اللي عندهم بطاقة اعتراف من عند الجامعة الدولية،
للبودي بيلدي بيلدينج اللي هي اي اي اف بي بي لي اف بي بي يتعدوا على الصوابع التوانسه ما مش برشا. لكن فما ناس اخرين يمشيوا لجامعه مضاده لجامعه لي اف بي بي، عملت جامعه اخرى اللي هي تعمل في نفس النسق لكن مش بالقوانين نتاع لي اف بي بي. لي اف بي بي صريمه جدا في محاربه المنشطات، صريمه جدا في حتى في غزرة الحكام وشكون اللي عنده بعض العوارض متاع استعمال بعض الأدوية الممنوعة ولا بعض الممنوعات اللي يظهروا في البدن. ولذا هذاك علاش اللي يذبي به هي أصعب والكارت برو متاعها مش سهلة التحصل عليها. المرتبة التالية كانت من نصيب محمد سليماني في المركز الثاني، والمركز الثالث معتز غويلي. تروازيام بلاس الحمد لله، واحد ديما يقدم القدام ونطمحوا المخير، وحد ديما حاجه برو حاجه البرة وديما حاجه مخير وحاجه تحب برشا تضحيه وديسبليني وبرشا حاجات برشا حاجات. في الكلاس او هذم المشاركين ثلاثه اللي تحصلوا على المراتب التاليه: محمد ياسين خياطي المركز الثالث، توفيق قيدري في المركز الثاني، ايهاب ركروكي في المركز الاول. اوك لي جوري شافوا عندي كاليتي نتاع سيش نتاع شيح معناها خير من لي زاتليت اللي طلعوا معايا كديسان وكل شيء، لقاو فيها لي روبير نتاع مينس فيزيك اي اف بي بي اليت. بقدرة ربي مازلنا نطمحوا المخير، مازال عندنا ان شاء الله دي كومبيتيسيون لبرا، مازلنا نخدموا مازلنا نترينيو مازلنا مكملين، بقدرة ربي موافقين ان شاء الله. رقم 135 الكلاس اف اخر كاتيجوري في المانس فيزيك اللي شارك فيها 10 رياضيين نجحوا 3 منهم في احتلال المراتب الاولى. حمزة سعيد في المرتبة الثالثة، سفيان الهمامي في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى حصل عليها منير باكري. باهي بالنسبة للمتوج هذايا رقم واحد، الكتلة العضلية متناسقة أكثر من الثاني والثالث، كيف كيف البوزينج متاعو مزيان على الآخر. هذه تصفية الأوفر أول على البوديوم، نلقاو المتحصلين على المرتبة الأولى في الكاتيجوري من مواجهات المانس فيزيك: زياد بوعافية
الأول في الكلاس A قصي حواس، الأول في الكلاس B محمد مالك المتفوق في الكلاس C، أحمد بدرجح الفائز في الكلاس D، إيهاب ركروكي المتحصل على المرتبة الأولى في الكلاس E، ومنير بكري اللي تفوق في الكلاس F الأخرى. المتسابقين الستة يطمحوا للفوز بالأوفر أول، يقدموا الحركات اللازمة قدام اللجنة بعد مشاورة طويلة. اللجنة تحسم قرارها. أمريكان وولف والبروكارد أحمد بدر. أحمد بدرجح ينجح في الفوز بالأوفر أول، يتحصل على جائزة مالية وعلى بطاقة الاحتراف. خمسة بطولة تونس، مرتبة أولى عالمية مستر أولمبي المغرب، واليوم مرتبة أولى عشان بخسرها بمنزل الأوفر أول. نطمح الكارتة متاع اليوم في بروكارتي ليد متاع اتحاد، جيت باش نربحها وعملت كل شيء بريباراسيون كاملة، ضحيت باش نكون اليوم موجود مرتبة أول. الصنف الثاني في البطولة هو المانس فيزيك كلاسيك. بالنسبة للصنف الكلاسيك، الهندام يكون مايو أقرب للشرط، التركيز يكون بالأساس على ضخامة العضلة مقارنة بالصنف الأول، وتتقسم المرحلة هذه على 4 كاتيجوري. الفائز في الكلاس الأول محمد نور طرابلسي. في الكلاس 2 يتفوق مهيب بوكاشتا ويتحصل على المرتبة الأولى. عندي أكثر من نجم نقولوا 12-13 سنة اونترينمون. الحق ما بديتش ديريكتومون بالبادي بيلدينغ، معناها ما كانتش الاونترينمون بتاعي مركزة 100% في البادي بيلدينغ. عملت كيلكو سبور كيما ستريت ورك اوت وغيره، إلى أن بشوية بشوية بديت نتحسن وبديت نتطور وبديت نتعلم لين وصلت للدومين هذايا، والحق معناها شديت فيه على الأخر، خاطر كان لي غرام كبير ملي معناها بديت نشوف في تحسن في بدني. كان غرام مش نورمال، يعني نقوم ونرقد عليه نتعلم فيه، معناها نتعلم كل شيء لي ديتاي نتاعو الكل. والحمد لله يعني بطول المدة واحد كيف يشد صحيح وكيف يخدم بالقدية وكيف يعطي ما عنده راهو ديما باش يلقى ريزولتا. كاظم حرازي في المركز الأول في الكلاس تلوى، وأحمد حسني تحصل على المرتبة الأولى في آخر كلاس في المانز كلاسيك. هذا أحمد حسن مقيم في قطر من 6 سنوات. أحمد أصيل سليانة، غرامه بالرياضة هذه من 12 سنة. تبعنا أحمد اللي بدأ سباحه من 5، يفيق يحضر وجباته، نظام غذائي صارم، كل شيء محسوب فيه بالملي، وعنده هدف معين. أحمد يقابل الكوتش متاعه محمد الرياحي وصديقه القطري جابر الكوري. مصباح نحدو برنامج اليوم، شنو التمارين اللي باش نخدموها، ومن بعد نمشيو للقاعة. ما شاء الله عليه، إنسان منضبط، إنسان جدي على الآخر. يجي 8 متاع الصباح يكون ماكل وجبته ديسبليني على الآخر، يكون عامل كارديو، يعني يقوم 5 متاع الصباح، يعني إرادة وقوة تعزيمة على الآخر. نبدأ السيونس نتاعنا، يكمل على طول ديريكت ياكل الوجبة نتاعو، إنسان منظم على الآخر، وذاك الكل عنده خدمته ديسبليني، زاد في خدمته وخدمته صعيبة برشا. الميزة نتاعو هو على الناس الآخرين إنه ديسبليني على الآخر وجدي، وما ثماش إكزرسيس ما ديتهولو وقال لي هذا ما يجيش ولا راني تعبت ولا حتى، يعني يوصل للي يطيح في السيونس من التعب. وبصراحة أنا فخور بيه ونخزر له مستقبل الكلاسيك إن شاء الله القدام، مش حتى في تونس، الحاجة القدام ونقوله حاجة لأبعد الحدود.
كل شيء بالوقت. تعرف اللي شخص لازم كل ساعتين ونص ياكل، لازم يقوم الأربع ونص متاع الصباح، الخمسة متاع الصباح يقوم يعمل كارديو على معدة فاضية، بعد ياكل كل شيء بالحساب، لازم تعمر الالارم متاع كل ساعتين ونص، تبدأ مسافر وجباتك معاك، تبدأ في الطيارة تاكل، مش تروح المطعم لازمك بالوقت، تبدأ صحابك الكل يبدو قاعدين نجمش تاكل، تقول لهم وقت ما كلتي توا، تجبد ماكلتك وتاكل وحدك. أحمد في سال دو سبور يخدم بجدية كبيرة، هو اللي تعود بتمارين قاسية لكن إرادته وعزيمته تخليه يتحدى أحياناً روحه باش يوصل الهدف اللي يحلم به. من بعد نلقاو المتوجين الأربعة يتنافسوا في تصفية الأوفر أول، المتسابقين يستعرضوا على المنصة الحركات اللازمة اللي تقربهم للربح. مهيب بوكشطة يتفوق مرة أخرى ويتحصل على لقب الأوفر أول، الشيء اللي باش يرشحه مباشرة باش يكون في المنتخب الوطني لبناء الأجسام. آخر مرحلة في البطولة البودي بولدينج، وين يتم التركيز في الفئة هذه على ضخامة العضلات بالنسبة للأوزان فوق 80 كيلو، اللجنة تركز بكل دقة في كبر العضلة وخاصة حجمها. في الصنف هذا نلقاو تروا كاتيجوري، في الفئة الأولى للأوزان اللي تتراوح بين 80 و 85 يتفوق الرياضي شكيب مراق وتحصل على المرتبة الأولى في الكاتيجوري هذه. هذه الفئة الثانية للأوزان اللي بين 85 و 95 كيلو، خمسة مشاركين يتنافسوا للحصول على المرتبة الأولى. هذا حسني رقيق الفائز بالبطولة العام اللي فات، بل بيوم البطولة اتبع كل الخطوات اللازمة كباقي اللاعبين. من ساعة الصباح الأولى حسني توجه للنزول للتسجيل، لهنا يختار الفئة اللي باش يقدم فيها. من بعد تتم عملية قيس الوزن والطول باش تقرر لجنة الكاتيجوري اللي تتماشى مع وزنه. النظام والالتزام حاجات أساسية في رياضة كمال الأجسام، ونلقاو اللاعبين حتى في عملية القيس ملتزمين بأوقات وجباتهم المحسوبة بالجرام. جهد كبير يبذل حسني رفقة الكوتش متاعه، وين يطمح انه ينجح مرة اخرى في الفوز بالبطولة كيما العام اللي فات. فرد مرة اتليت فهمت عزيز بطولة تونس، ديما نشارك في بطولات، ديما نحضر، عندي بريود كبيرة بالطبيعة، هذاك هو دوماني حاجة نحب فهمت نحضرهم بها، هذاك هو اليوم ديجا وجيت باش نحضر ان شاء الله باش نلعب، فما شونس حتى على الكارت كارت برو. يوم المسابقة حسني على المنصة مع بقية المشاركين، وين يقوموا بالحركات اللازمة ويتبعوا توجيهات اللجنة في البوزينج. دقائق من بعد تتشاور اللجنة لاتخاذ القرار. حسني يتحصل على المركز الثاني، البطل ينجح من جديد باش يكون ما بين المراتب الأولى. المرتبة الأولى كانت من نصيب أيمن بن حسن. أنا جاي لا شانس لعبت في بلدان في الأوروب، ويعني ما تغيرش برشا حاجات بين في التحضير بين تونس والأوروب، قاعدين نتقدموا بصفة باهية. جبت المركز الأول في الفئة متاعي، ما ربحتش الأوفرول المرة هذه، إن شاء الله المرة الجاية نربح الأوفرول.
هذه المرحلة الأخيرة من المسابقة يتنافسوا فيها زوز أبطال إبراهيم العبيدي واسكندر العرفاوي. المنافسة على أشدها، المشاركين يتحلوا بلياقة بدنية عالية وبنية جسمانية مميزة. اللجنة تحسم قرارها، إبراهيم العبيدي يتوج بالمركز الأول في الفئة هذه من الأوفر أول. نترحم على روح السيدة لكم اللاعب إبراهيم العبيدي، توكلنا الله البركة ومعي جزاء جاية يعطيها الصحة. إبراهيم رغم حالته النفسية صعبة بسبب وفاة والدته يوم البطولة، إلا أنه نجح في أنه يحقق أمنيتها الأخيرة بل وفاتها ويشارك ويتحصل على بطاقة الاحتراف. موقف يدل أن الرياضة هذه مش مجرد ماكينات وحركات رياضية وريجيم، بل تتجاوز هذا الكل. الرياضة مواقف إنسانية وشغف وتضحية. واليوم كان لي الشرف باش نشارك في المسابقة هذه اللي كانت أعلى طراز وعلى مستوى دولي، وتحصلت فيها على بطاقة الاحتراف تأهلي باش نلعب نكون لاعب محترف نشارك باسم تونس إن شاء الله. البارح بعد الميزان أمي جتها سكتة قلبية، توفيت الله يرحمها. نورمالمون راني تو مع العائلة، من مدة التحضير والحرمان اللي صار لي وتكلمت بيا أصحابي والأهل وكذا، قالوا لي إبراهيم أنت اللي حضرت وكمل واصل. والدنيا كما هي أمي، ما ثمش كون شي يحب أمي قد أنا، فما حاجات هذه الاعتراف راهو يا حتى ملك كي تدخل المسابقة محترف، مخك مخ محترف. كملت المشاعر بتاعي وذيك أمي والله يرحمها، من أصعب لحظات في حياتي وأصعب قرار حطيته في حياتي نادي لها بطاقة احتراف، خاطر قبل بنهار متوفى كلمتني قد ربي قلت لي ولي ربي يجيبك في الصواب ترحم على أمك. الجامعة التونسية لبناء الأجسام تنجح من جديد أنها تنظم بطولة تونس لبناء الأجسام إشادة من الفيدرالية العالمية لبناء الأجسام والفتنس، وانحطت على ذمة عشاق الرياضة هذه بالإضافة للمسابقة وللجوائز القائمة دورات تكوينية للمدربين باش تخرج جيل جديد من الحكام. وانقدمت في 14 و15 جويلية دورات تدريبية في التحكيم قدموها مجموعة من أفضل الخبراء في المجال هذا. المنتخب الوطني لبناء الأجسام اليوم يتكون من المتوجين في البطولة أصحاب المراكز الأولى، الأبطال اللي تم اختيارهم بعد تحضير كبير ومنافسة جديدة باش يمثلوا تونس في البطولة العالمية القادمة في رياضة كمال الأجسام والفتنس. بطولة تثبت قدرة تونس على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى مقاييس عالمية، وتثبت زادة أن تونس ولادة وأنها قادرة تخرج رياضيين بمستوى عالي قادرين يشرفوا تونس في المحافل الكبرى ويخليوا يدربوا البلاد يرفرف في العلالي.